نحن شيوخ وجهاء مقاطعة تل أبيض ومن على أرض مدينة عين عيسى التي تطهرت بدماء الشهداء لغاية تحريرها من الإرهاب الظلامي المتمثل بداعش وأخواتها، والتي تتعرض اليوم للتجاوزات البربرية والقصف العشوائي من النظام العثماني الجديدة، والذي طال الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ متجاهلاً كل الأعراف الإنسانية، متحدياً القيم والأخلاق التي لا تمت لأفعاله بصلة، كما هي التجاوزات التي ترقى إلى جرائم حرب، وأمام المنظومة الدولية التي تغض النظر عن هذه العشوائية المراد منها احتلال المزيد من الأراضي وضمها لكيانه، كما هو الحال في عفرين ورأس العين وتل أبيض، وهدفه الثاني زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإفشال المشروع الديمقراطي في العيش المشترك وأخوة الشعوب. ومن هذا الموقع وعلى هذا المنبر نناشد قوى الحرية في العالم، ونناشد ما تبقى من ضمير في الأمم المتحدة، ونناشد أخلاق الأحرار بالوقوف إلى جانب الحق في وقف هذه الأعمال الإجرامية والقصف المستمر على مناطقنا، كما نعاهد أبناءنا في قوات سوريا الديمقراطية عهد الآباء للأبناء وعهد الشرف أن نكون داعمين في كل الميادين لتحقيق هدفنا في الدفاع عن أرضنا وكرامتنا وتحرير المحتل منها.